بتتحكم. واحده اسمها انجلا ميركل وعامله حزب، والحزب في الانتخابات انا بحكم طبعا. طبعا انا يوم الانتخابات انا بتحول لحاكم، انا اللي بقول يا تستمر يا ما تستمرش على اساس ايه. طبعا حاجات كتيره، اولا قدرتها على انها ترسوخ سياستها في لغه مقبوله، يعني هي وهي بتخاطب الفئات المقبولة هي شطره، يعني عايز اقول هي متحدثه لابقه، قادره انها توصل لقطاعات مختلفه، بتكلم هي 63 سنه فعندها سهوله في انها تكلم الناس اللي في عمرها واكبر منها، انما فعلا المهاره انها بتكلم الناس اللي في العشرينات والثلاثينات، سن الانتخاب في 18 سنه.